مش النهارده بس، الفتره اللي فاتت في ظل الاداء المذهل الحقيقه اللي بيعمله محمد صلاح؟ والله انا شايف ان محمد صلاح هو احسن لعيب في العالم، يعني مش عايز اقول كلام عشان هو مصري زي يعني بتنتمي او بتفخر ان في واحد من مصر يعني عامل المردود ده على المستوى العالمي، لكن والله بلا اي نوع من المجامله او يعني المسانده يعني كده كمشجع او كمساند او كمصري زيه، انا شايف ان هو في مكانه ثانيه خالص بصراحه في الوقت الحالي يعني، يعني اعتقد لو مع حراس احسن لاعب في العالم اعتقد ان يعني هتبقى فيها يعني حاجه مش فير ولا عدل يعني. بقول لك ايه، مش عايز تديله 400 الف استرليني وتجيبه الاهلي؟ مش عارف ولا غير السؤال. 400 الف جنيه استرليني بس في الاسبوع على فكره، مش في الشهر او مش في السنه. كان امير يسافر انجلترا بعد بكره. هقول انا بكره في هذا الامر. طيب اخيرا أنا